خمسة، ستة واربعين، 32، 31. اليوم في البطولة الولائية الأولى من نوعها، طبعا الأولى لبرنامج السوربان المقدم من طرف أكاديمية العباقرة. عندنا في البطولة هذه حوالي 52 طفل، نسعى ليدخل الأمر في إطار تصفيات الولائية للمشاركة في البطولة الوطنية. تدريب أو تعليم الأطفال علم الذكاء أو ما يسمى بالسوربان أرى بأنه أتى بنتائج رائعة، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال هذه القاعة التي اكتظت بالأطفال الذين أصبح أولياؤهم يهتمون بهذا العلم، والذي هو في حقيقة الأمر عملية صنع الذكاء.